السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير أو مساءكم الله بالخير وين ما كنتوا يا متابعين. أنا طالت أعماركم اليوم في ضيافة ركن من أركان التراث الإماراتي عند يمعة بن محمد بن حثبور الرميثي. مثل ما تعرفون رجل معروف عند الرب والعرب. الله يرحب بك. من مشيت لين وصلت؟ لا خلينا منك، لا خلينا منك يا أبو محمد. مستعدين لك من زمان بالمقابلة. لا خلينا يوم جيتنا لأني لك حق علينا. تستاهل العنوة، تستاهل حتى من يعني لك يمشي علي دي. الله يعني لك إن شاء الله من عند ربك. فيك يا رب العالمين. خليك إن شاء الله. أبو محمد. لبيه. أبو محمد وين طاح؟ وين استوى؟ وين نقصره؟ وين ندفن؟ وين نقصر؟ وين ربع؟ وين استوى؟ هي. في أبو ظبي بالذات. وين مليح ها؟ أبو ظبي ترى قبل. هي مليح. وين ساكنتكم الأولية؟ ساكنتنا الأولية هالحين فيها بنايات وفيها فنادق. الأول طولة عمرك المنطقة ساحلية. هي. ما شيء الحين شر ما صارت الحين. شارع حمدان وشارع الجوازات وشارع شارع. الأول هناك الحضار. هي. اللي يسنون العين ويون من العيب. هم طال عمرك اللي يباتون في هناك. زين. وتسيد لهم أنت زاير متلجي. وتيبهم هلك الصبح. زين. تبات عندهم وتصبحهم الصبح. وإن كان بيسيلون العين. يسيلون إلين الحين وين؟ المرور ما مرور. هي الأول ماشي. وين بتشعوم؟ إيه. زين. هناك يسيلون لهم طالع منك يودونهم لين هناك. ويباتون عندهم يروحون العصر من بربي. وين ترى من الساحل؟ نعم. إلى الحين مكان المرور. نعم. يباتون هناك عند هلهم ويصبحون الصبح. الفجر من يدنا الفجر صلوا، الريال رد أبو ظبي. نعم. والحرمات والنسوان والشري راحوا العين. نسال العين. توكلوا على الله. توكلوا على الله. والريال تم أبو ظبي. والريال تم هني، إن كان بيشيل الغوص صار الغوص، وإن كان بيشيل حق مسعاه بحر صار. ولين الحين أنت ما جاوبتني، وين دافنين سرك؟ دافني سري في أبو ظبي بالضبط. اي منطقه؟ منطقه الرميثات يقولون. شو اسم الفريج؟ فريجكم شو اسمه؟ فريج الرميثات. اي نعم، فريج الرميثات اللي كانت في يتم فيه الطمه ودحبت عليهم الخروص بحر. ايوه اللي عند الاول يسمونه قريم كنزي. ايوه وصلت. قريم كنزي عندهم من بحر. ايوه. والجماعه اللي بري كلهم على هالاساس. على هالاساس يوم جت الطهفات هاك الايام ابو ظبي عازم يغشيها الموي سووا الخط اللي نحن فيه هذا. نعم. الاول يسمونه كاسر الاموال. كاسر الاموال هذا حمى ابو ظبي والحامي الله سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. من البحر يوم بيهيج. نعم. يدحبت الخروف. نعم. خروف الاول بهين ما اصبحان بهين البحر. بحر لا اله الا الله. انزين. وخلق الله الماء ما يحصلونه سبحانه. الماء نسوق من بالماء في درامات من البحوث. ايه من بحوث الماء. نعم. ونغذي بها الجماعه. إيه. يقولون بعد حتى في فم النار يبون ماء. نعم. من ام النار. نعم. ايوه ام النار هذه. هي كانت فيها الماء. وكان اول اللي منهم بيسوي بيت من 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 سميت من طابوق. ما هي سميت ولا من مدار ومن يصو طين ويصو. فهمت كيف طلع؟ نبيهم نسوق لهم كان كريم هناك. كان كريم موجود. لا اله الا الله. تقول الحين شر المستوت الحين مطاحن. كنكري وين يا الكنكري الاول؟ ما ادري من ام النار. سبحانك يا رب. سبحان الله. لكن الاساس اللي عشنا العيشه كلها اللي صارت هي في المنطقه الغربيه في جزيره مروح. في مروح هناك وين احنا سوينا الشيوخ الله يطول عمارهم الشيخ محمد سوينا ورد لنا الماي ورد لنا الكهرباء ورد. هاي سكنت الايداد. ايوه فهمت كيف؟ اها. لان كل الجماعه هرميثات يشتون ويصيفون ويصفرون هناك.
سبحان الله. والقيض يقيضونني. اصفري عاده اصفري والبياح يا سلام. زين هني هني في القيض ثلاث شهور اللي بيسيل العين بيسيل العين، واللي ما بيسيل العين بيرد البحر، طرش هذا العين ميرهم وطرشهم العين وتوكل على الله لكد البحر بالبحر كان يغوص ولا سكار او دفاره او شيء اي حاجه شسيف مدفد وسان شيء مره رزيم الحمد لله عوالم يبس لا اله الا الله حتى اللخم الاول يبسون ايوه ما زينه ما زينه كل شيء بيزات الاول وما شيء عاد فلوس لا يا ليت فلوس كان زين غالي ما شيء فلوس فلوس عند التاجر امين حياه امين الله قبله بعد عباس ايه زين تجيب لهم هذا اللي رايدنا وتنزل عندهم ويعطونك بدال المياره حق بيتك بس بدون بيزات بدون ما شيء فلوس إيه إيه. ما شيء راس براس بس راس براس وحتى لو ياك حد سفار يسمونه نعم. سفار جايينك من الدوحه جايينك من بحرين جايينك من الكويت اي ولا من الدمام واي مكان فهمت كيف؟ يجيب لك التمر ويجيب لك العيش ويجيب لك كل شيء ينزل لك على السيف ويحمل بداله يصير كله ويروح حبول مره اي شيء فلاليت فلاليت قراض مال بقر لا اله الا الله ياكلونه ايش يسوون سبحان الله الغالي. سبحان الله دهن ما شي هاكل ايام الدهن نسوي اللي ناكل النعمه نسوي من صل البقر من دهن البقر اي نعم بحر او من شيريه ما نقول شيريه لكن الحين بيقول سحالف ما تشوف ما نعرف لان احنا ما نعرف اي الاسم الجديد سحالف ما نعرف والاول شيري شيري ولا حمزه ولا حمزه ولا شيري ولا اي نعم هذه عيشتنا سبحان الله اللي طابت علينا الحمد لله كانت عيشه حلوه وكانت وما زالت الاول في تعب وكلافه يا غير الحين الحمد لله نعم. هذا وقت الراحه والشراغه لان شو الله يطول عمر الشيوخ الحين احنا نتكلم حق عيالنا وحق اللي يسمع كلامنا نقول لهم الرب اعطاكم حكومه كانكم عيالها نعم فهمت كيف؟ المعاشات ما نحسد عيالنا ايه زين ما نحسدكم لكن معاشات على 60 و70 الف اي والله تبغى بطرة اي والله 70 80 لا اله الا الله الاول هذا يقولون عن ملكك زين عند 100000 ثروه هذه ثروه الحين كل شهر تقبض 100 زين زين هاي سالفه ملكك هذا عقب شهرين ثلاثه ويتزوج ويجيب عيال اصبح البنك يطالبه شو السبب؟ لا اله الا الله ما تسد السياره اللي قيمتها 100000 و200000 اخذ ثلاث واربع سيايير حط سيارتين ثلاث وقيمتها على 700 و800 وين في حاسيه؟ انا اتكلم عن هذا اي نعم انا في كل مكان اتكلم في مقابلك وغير مقابلك اتكلم عن شيء اي نعم اقنعوا يا جماعه الخير كانوا الناس اهلكم ما يحصلون الا يشتروا اكل اي نعم فهمت كيف؟ وعايشين الحمد لله والشكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله وين دوامك الاول اول ما اشتغلت؟ اول ما اشتغلت شغلك الاولي في الحكومه اول ما ظهرت الوظائف واول ما ظهرت الاعمال بقول لك شيء طال عمرك هذه اول شيء قالوا ظهرت الوظائف قالوا ظهر البترول ويا الخير جت الشركات اول شركه هذه ظهرت الحين شيل الجواب هذا هذه ظهرت وبدت وعدت زين الله يطول عمر الشيوخ نعم لكن احنا نتكلم في اول تنقيب شركه هي تتنقب في جزيره امارات ابو ظبي شو اسمها؟ ما اعرفها بيبي؟ لا اللي قبل بيبي قبل بلا حاجة قبل بيبي ما تسعة شهور شو يسوي؟ ايه جت وسارت جت وسارت وحضرها حياة خبوط نعم وحضر المواطنين كلهم زين اللي بيضم يضم لا قال لهم اتفاقية يا جماعة اتفاقية بيني وبين الشركة ستة شهور ايه إذا ستة شهور هذه الشركة نقبت بترول ترى هي بتاخذ العمل وانتم بتشتغلون فيها زين وإذا ما نقبت شرى ما دخلت في بضمي بتطلع نعم نعم انزين الجماعه وين شو ضموا؟ جماعتنا كلهم اللي هو انت واحد منهم كلهم كل واحد ناطر السر اللي ما يروم يشتغل في اي حاجه وهذاك اليوم الناس بعدهم ما يعرفون لا يعرفون يسوقون ولا يعرفون يكتبون ولا يعرفون يقرون ولا يعرفون لكنهم شغلوهم
على شغل غير. ايه على كل حال انسان احنا نقول كوليه كوليه اللي هو اي مشي حاله. نعم فهمت كيف ترى؟ شغلهم كلهم على الوظيفه المده 6 شهور. بعد 6 شهور حضر عند الشيخ شخبوط الله يغفر له وقال المندوب مال الشركه قال المندوب خلاص احنا والله ما حصلنا ترغيب وهذا وكذا وكذا وهم ما بغوا يشتغلوا. هم الشركه اللي جايه هي ما بغت تكمل. هي كمل ودرنا الشيخ رفض الجيم الشركات الجيم عنده. نعم رفضها. لما رفضها انت من بلي عنا ردينا على عملنا شو نولي البحر. ايه رديت بكد البحر. ايه لين استويت عالي انقطع الغوص في سنه 52 انقطع الغوص. ايه انا دوم اقول حق العرب إيه؟ البحر شغلتين له حد هاوي وحد كديد. صح حد يصير البحر فقط للفرجه وللمتعه إيه؟ ويودم بيته ويودم يرانه وحد من العرب يصير يكد البحر. هذا مكده البحر غير والكش تغير. لكن قبل كلها مكده. هذا شيء طالعون لك هذا الوقت هذا يعني. لكن الوقت الاول لا ما فيه كل اللي يكد البحر كل اللي يكد ما تكد البحر ما تعيش. يلا اكبر اذا ما على ما قال الشواب الاولين اذا وزارك ما يخ ما بخرسان هنا انت ما تعيش. خانة ما تعيش هنا لازم دوم خرسان دوم خرسان الوزارة. لا اله الا الله وانت سهل طويل العمر. انزين اول ما تديرت اول ما تديرت في الشغل وين أول انا ما اريد اعرف يمعة بن محمد بن حذبور وين اشتغل في داس اول وظيفه في داس شو الوظيفه وظيفه ناخذها كابتن. نعم ايه علمونا في التكات. نعم تاجيلنا تك ايه انزين اشتغلنا وقبلنا يعني بالبواخر الله اكبر يعبن بترول ويطلعن ما شاء الله. اشتغلنا لمده 3-4 سنوات. نعم بعدين فتحت مينا زايد. ايوه طلبوا قال كل الرميزات اللي هناك والجماعه المواطنين الكبار هاتوهم من هني. انزين يابونا هني. اها انت كابتن اول. ايه جينا هني على طول اشتغلنا في مينا زايد. اللي منا اشتغل تبع البيلت يودي. نعم. في البيلت ويجيب البيلت. نعم واللي اشتغل في التك البيلت هي البايلت. ايه انزين ايه بيلت نقول ما نقول بايلت على بعض جديد خلاص جديد عرفت كيف؟ شغلونا طولت عمرك اشتغلنا في التكات. اللي اشتغل في التك اشتغل في التك واللي يودي البيلت ويجيب البيلت موجود من هاملي من قبيسي كل هالعرب كل اللي موجودين كل اللي موجودين ومنو مدرب منهم؟ مدرب منهم داس قبل. الله اكبر. ايه هناك تدوم ترى تسمع هاي يقول متوصف جرنين وداس مش هذي حاله. ايه اللي ما تمرن ولا تعلم في داس هاك الوقت خلاص فرط فرط من الكيس والقراطيس. ايه والله قالوا خذوا امتحانات الشباب وغيره 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 فيه كم تبع الجيش يبون ندرب عيالنا. نعم اللي في الجيش. نعم حق البحريه حق. نعم. التكات حق الميانب وحق. نعم زين جليل منهم اللي نجح سبحان الله. جليل الباقيين ما نجحوا. ليش؟ ما قاووا. لا اختلت عليهم المواد. زين تو الحين الله يعطيهم العافيه كل اللي في الجيش كل يفهم انجليزي ويعرف وكل شيء ويعرف يعني حتى الكنترول كيف عداله لكن هم نجحوا. هذا هالبومير كانوا ويانا مسؤولين. نعم اربر ماستر قالوا احنا 3-4 مرات سووا كتاب عنهم لانهم الشواب طلعوا احسن عنهم. الحين الشواب يدربونهم وهم ما يدربون ما بمخهم ما بحاضر. ايه لانك التك هذا تشتغل به على على الهواء. ما على هواك انت على هواه. نعم معلوم. فهمت كيف الطريقه؟ تحت الامر. توقف هني وتلف تصير معروض بعد المطعم لين تيانب ما بين تكات. ما تدق الا وراي ولا تدق قدام. هو لما بتعطيه تقول له يانب. يانب هذا الباركنج مالي انا هذا انا ابغى يانب فيه. يا يدعم وراني يا يدعم قدامي يا يشرع خشمي يشرع ورا يستوي عليك جوكم. ما يصير. ما يصير. فهمت كيف الطريقه؟ هذه الله يبارك فيك. يا مرحبا يا مرحبا ابو محمد يا مرحبا.
الله يرحبك على فضله. لا خلينا من كريحه الطيبين. الله يرحبك على فضله. واستوت الشعبيه. واستوت الشعبيه. وبنيه وبنيه الشعبيه. وجسموا البيوت. ما قصروا. اللي عنده حرمه ولا حرمتين او ثلاث بيت واحد. يا ليت اللي سووا شعبيه هنا بعد وتكاظوا. سووا شعبيه في كل مكان وفي كل جزيره وفي كل. الحكومة الله يطول عمرها. أول مرة شبت الشعبيات مرة واحدة. لبزت الدنيا. كلها شعبية كلها شعبية شعبية. يوم جاني الزيارة الشيخ شخبوط زايد الله يغفر له ويرحمه. الله مال الجنة. نعم. قال أبغي بسوي لكم بيوت في جزيرة مروح. بيوت شعبية. زين. هالبحور شواب. نعم. ترى شواب أميين على عيوشهم ما خايروا. نعم. والله خايرت عنهم. بغوا التطور هل خاير بغى التطور ولا ما خاير تم مكانه تم مكانه لا اي نعم سقط عليه الماي لا سووا لنا طال عمرك بيوت ها بمروح بمقصون على السائل والجاي بمقصون البحور وبيسوون 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 لا الله قال لي زين سوالنا في المرفأ ها اي في على ال 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 علي بل القصار العود يبل المرفأ الحين وين الشعبيه العوده هذه انت عندك بيت هناك لين اليوم والحين انا اشيل هنا بالله عليك اليوم هذه مقيلين فيه بس جيرت مروح اي فداعت الله الله يحفظهم يستوي المجيل في المرفأ والمرواح هم جدا مروح العطله الرسميه نحن دوم نصير هناك شلون ما نصير العين يومين يصير هناك يومين نعم 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 بعد هذا ترى مخلص اعدادنا ما نروم ودر ما حد يروم ما حد يروح ما حد يودر الليله ويزعل علينا الشيخ حمدان الله يطول عمره امين الله يحفظه اي والله يوم نقول له طال عمرك احنا نسوي انت اليوم ولا ايش الديوان وين فلان قال فلان في العين قال شو مسوي لنا مودر العين سال مودر مودر المرفأ وسال العين الله يطول استوت الشعبيات وبنت العرب وفرشت وعينت من الله خير ويت الكهرباء والناس الخير خيرهم والشر غيرهم نعم ويت الديلمات وازم ورد الماء ورتب الديلمة وشغل الديلمة وغر الديلمة غر الديلمة بعد لا غر الديلمة شيء ممنوع وشيء بعد نسويه من تحت لين تحت هذا اللي عاد من تحت لين تحت هذا اللي في غر الديلمة غروا الديلمة من يهدي صوتها عرف انه يذبت الماء صعد مزرة توانكي انزين طال عمره معاشات كم كان هذاك الايام؟ بالجنجة والبيزات كم؟ المشاهرة؟ كنت يوم نحن كنا نشتغل في داس؟ نعم 700 ربية ربية شو؟ ربية خليجية او بندية ها لا شو الريال كان؟ ايه ريال الريال ريال سعودي ريال سعودي ايه ايوه فهمت كيف؟ وين اللي يقبض 700 درهم الشهر؟ 700 هذا مدير ولا هذا اللي بيشتغلون على الرصيف ولا بيصبغون سوانش ولا لا هذا معاشاتهم على 350 على 300 كان سادين بيوت سادين بيوت اي نعم لا ويحسبون حساب وخلاص بعد بقول لك بزيدك من شعر بيت يعني زادت بنات وبنات يدرسن الجامعه زين كثر الخير كثر الخير وكثر كل شيء فهمت لكن من فضل الله من فضل الله فضل الله سبحانه فضل الله وفضل الحكومه نعم 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 فهمت كذا كل من ظهر حد اظهرت لي ناحيه وغطت عليه سبحان الله يطول عمرهم امين 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 حفظه ان شاء الله لكن نحن اللي طابت علينا السنين الاوليه مو بلا نحن يعني عيشنا ده ابو محمد لبيه كم عمره يمعه بن حثبور يوم يعرس اول ما عرست وين كان عرسك اول حرب اول مره اول مره اول مره نعم. كان عمري 22 سنه 22 في وين كان خدت مره في العين نعم لكن من ابو ظبي نعم صار يتقيضون كان يبقين قيض وخدت مره كيف يعني انا صار يتقيضون عرس هي انا بحمومات شو ترى انت ترى حين حين بندلين وقرقعه وصرت زهب وخيط اليوم مكسار لا اليوم خطوبه وباكر ملكه وباكر لا ما شيء شيء الاول ابدا حمومات بس روح هلا الخطبه في المسيد عقب الصلاه لكن تعرف معنا شو؟ معنا ان الريايل راعي الحرمه وراعي الولد اللي الولد انت عارفين قاعدهم يوم يقول له فلان جايين لك بخير بنخطب عندك بنتك فلانه حق فلان بفلان قال له شلها
بعبادته. شله بعبادته. والمتيه السريبو. ايه. واللي بتعته والقاصر نحب نسد عنه. الحين قال لك 300 وقال لك 700 وقال لك 600. بخبرك يتحرون 300 طايحات في الرقعه. ما اجيبهم. والله انا ما بصاحي. انا اقول كذي. هيبه. انا اقول كذي. الحين امس واحد من بنات بناتي بتعرس وواحد من بنات بناتي مخلصه يعني وعد والحين ياخذها ودخلتها. زين الحين من ثلاث اربع شهور قلت حشر هذيتونا وعظم العرس وعظم عرس. الحين سويتوا حبل الخطوبه، سويتوا حبل مكسار، وسويتوا حبل حق العرس. هاي كلها مخاسير. شو بقيت على حق الريال المسكين؟ صفطوه وخليتوه. ايوه سكين على الحميد المجيد. سايرين تقيضون؟ ايه. وعرستوا؟ وعرسنا. شو كلفك العرس الاولي؟ شو كلفني؟ عرس. وربك ما كلفني اي حاجه. ليش؟ لا صارت ما بيني وبين الشخص اللي متزوج عنده كهديه. كيف؟ ما العرب الاوليين ما عندهم نبغى فلوس ولا طمع ولا غيره ولا غير. طالعون الريال. طالعون الريال وطالعون هل يكد عليها ولا لا؟ تغلبه المكده ولا يكد. فهمت كيف الطريقه؟ حد الاول تغلبه المكده؟ نعم. لا اله الا لين هالكثر؟ لين هالكثر. سبحان الله. الى يوم يظهر الولد ما وراه ابوه ولا وراه اخوه اكبر عليه يربيه ولا ولد عم ولا ريال ينقله ضاع ضاع. لا حول. خلاص عيال مش مدرسه ولا تلي، لكن خلاص ضاع. لازم ولي. ايه لازم يكون ولي. قال يلا بمال. قال يلا بمال ابوالي. اشكر فنك. ها يا مرحبا يا مرحبا. الله يحييك. متى الله يرزقك اول عيالك من حرمك الاوليه؟ زين من حرمك الاوليه كانت يابت ولد. اها. البنت الله يموت توفت. توفت البنت. البنت توفت. توفت البنت وصارت بيني شوي بيني وبينها عداوه وهذا كلام وسوالف. آه. وتعرفنهن بترول. الله اكبر. ترى البترول من جانب الضوء. الله اكبر. يبقى. لا تشخط مش خاط. اي نعم. اي دنجر. ما نرضى حرمه تنوخ على الريال. ما يستوي. الريال بونهن نوخذه. اه. ما حد هي والله. تنوخذه وبعدك حقك بحاحيري ما يستوي. رديت كرم الله وجهك وطلقتها. تعوزبت من بعد 20 22 هذيك. كم عزمت متعوزب؟ كملت متعوزب عقب هاي عقب هذيك الاوليه 3 سنوات. ايوه. بعد 3 سنوات اخذت هاي ام عيالي. نعم. محيربيه. اه. ارميثي وما اخذ محيربيه. اي نعم. سبحان الله. زين اخذته وحشمتني. وحشمته. نعم. ودحبت لي البيت عيال وطلعوا العيال ريايين. اللهم لك الحمد. تكل عليهم. الحمد لله بين خوار وعمام خليت. فهمت كيف الطريقه؟ نعم. هو صار الوقت. من عقب هذيك 22 وطلقت هذيك اخذت هذه المعزبتي عقب 3 سنوات. الحين كملت 54 سنه. تبارك الرحمن. جبت من العيال وجبت من كل شيء وبعد. ها. فوق شطانتي انا هذه. ها. هي قدرت بعد اريل عني انا. كيف؟ هي اللي انا اقول بشتري هذا الشيء الفلاني قالت لي لا لا تشتريه هذا ما نحتاج له. ما في حايته. ما في حايته يوي فلوس. اي لكن انت فنان انت عيبك تاخذ كل شيء. اكيد. اي نعم. نحن تياورنا وياكم الاول في مدينه زايد. ليش نحن تياورنا وياكم وين الاول؟ مدينه زايد. مدينه زايد. ايه؟ وحين وين متياورين بعد؟ اه. في العين. في العين. ايه؟ سبحان الله. تياورنا الاول في الصغر وتياورنا الحين في الكبر. في الكبر. لا اله الا الله. الله يستر علينا ان شاء الله. امين. ويملنا يملنا ان شاء الله. يملنا ما تبقى من حياتنا. يملنا في ربنا وفي حكومتنا. اللهم امين ان شاء الله. طالعه والريال. نعم. ريال ساري خط. ايه؟ يسالون شو عنده بيزات، شو عنده بيوت، شو عنده حلال، ولا يسالون عن مرايله. الاول؟ نعم. ما يسالون عن فلوس. ها؟ لا. شو سؤالهم الرسمي؟ يسالون هذا الريال شو نشته، شو قومته، شو مكته، شو جيمته. الحرمه تبغي معنا. نعم. والمعنى من عنده؟ عند الريال. عند الريال. اللي في خير كديد. فهمت كيف؟ نعم. دارس هالشيء والجواب هذا. وظهروا الشباب الاوليين اللي الحين شواب ولا اللي منهم اخذ قريب البين ولا اظهروا ما وراهم وليه. ما عندهم حد يسندهم. يسنعهم. يعلمهم الصح من الغلط. فهمت كيف الطريقه؟ ما يوزون من الناس. اي نعم اكيد. ها؟ بيوزونه لها في اللي شراته صح.
ولا الزين ما ياخذ الا الزين، ما ياخذ العدل ما يجوز الا العدل، والمعنى والمخوفة من الله بأي شك، وفوق هذا وهذاك لازم المكدة. تعرف شو الأول؟ يوم يغادي واحد بيملكون الفرخ ولد، يعني ولد، والله يا أبوك أن هذا شو مر علي أنا، يحطون عند وجه عند الواقع، يقولوا له شوف سنة الحياة وسنتنا نحن، تأخذ بنت الناس لك وقت معين، من يقول الله أكبر العشاء عشان اخترمس عند حد من ربعك أضوي البيت. اي نعم والله، لين اليوم حد منهم لين اليوم على السنة الأولي. نعم أغلب أنا 70% من اللي أنا أعرفهم من الساعة 9 هي تبات على فرشة وانت تبات تفات حلقك بالله، ما يستوي، ما يصير، لا لا لا. والعيال يبالهم داراي، يبالهم تعليم، يبالهم معنا، يبالهم يوم تحط الويب تاكل الحرمة تسمعك والبنت تسمعك والولد يسمعك، عيالي هاي المعنى وهذا الكلام، هي لستوا سموا بسم الله، نشيتوا قولوا الحمد لله. هي شيء من القانون الحين، لان العيال حاليا ما يشوفون ابهاتهم على الويبه، الابهات في دواماتهم ولا عيال في المدارس، هذا كل سندويتش وهذا كل بيتزا، صح، ولا كلوا في المكان شغله. الحين الوقت يحكم، الحين الوقت يحكم، ما قلنا لا، لكن يعني انت اذا ما سوي الفرصه حق عيالك تجلس وياهم في وقت معين عبارة خطا منك انت. اي نعم، مش منهم. اي نعم اكيد، بيطلع واحد صايع، بيطلع واحد ما يعرف عنه. في عندنا انا اتكلمك بسوالف كانت قديمه في جزيره مروح، وهذاك الايام ماشي خلقت، عارف انت الوقت كيف، خداهم سح وسمك. نعم مشوال غيره ماشي، وهذاك الايام تو طايح ياسك الله رغى الله والمحبه بليه. اي الاغنيه، اي كان يجلس ينشو الولد، ولد بعد غلافة درس وخلص الجامعات امريكا وخلص، عرف اللي هس زين، سمع يا سق الله لعله، هو سمع سق الله لعله، عقب ما تغدى وخلصه كان يجلس غسل يدي عند، كان يقول يا سق الله لعله، قال لابوه استح على وجهك نش من الغداء، قلت له سق الله لعله ما تقول الحمد لله، ما تقول الحمد لله، قال اقول الحمد لله على الصحة. سمعت لا اله الا الله، شو ها اقول بسم الله على الصحة. سمعت ما شعيش يا رب، هذا ما سده لا العيش لا السمك ولا السح. وايد هالعرب اللي سوت متاحف، انا واحد منهم، انا سويت متحف ترى، ايوه، وحطيت له سره فيه وحطيت الدنيا وما خليت رحى ولا خليت جبال ولا خليت غزول ولا خليت شيء، واخر شيء اهملته. يمع بن حثبور هالدهر كله يمع هاي الدنيا كلها، ما بالله متحف واحد انت عندك، هذا حينه 10% من محتوى المتاحف اللي عندك، يمكن بعد 3% اللي عندك، انا شايف انه شيء تول. شو سبب اهتمامك وكيف قدرت تحافظ عليه هالدهر كله؟ كيف ما فكرت انك تفتك منه او انك انت تخف عنايك؟ مش معقول ان هذا كله شغف في التاريخ وشغف في الاثار والتراث. تسلم، هذا طال عمرك الاوليه من الاوليات، هي نبته حياه. نعم. هذه نحن نبتنا فيه وعشنا فيه وعاشت إمارة أبو ظبي كاملة على هذا الشيء، من دلو ومن يحلة ومن مال لولو ومن كل أي حاجة، فهم كيف الطريقة؟ يمعته، وفوق هذا زايد الله غفر له يرحمه، رحمة الله عليه، للعظام الجنة. آمين. قال لي ابن حثبور، قلت له لبيك. وين شفته؟ والله إني جايني هني، وكان هذا نعم هني الكاسة، ايه هني في اللنج، ما اللنج المقام، المقام المقام. نعم نعم، هني امتيان بين يعني وانا وذكروني وانا جيت وشفت وياه وانا ياسين كان اليوم العصر، رحمة الله عليه. قال بن حثبور يوم تمسوي التراث هذا كله فكر تبيعه، اذا ما تطيع انت حد يبيع امه؟ لا اله والله العظيم. قال اخوك ياسر امك هو؟ هي امي، ليش امي؟ من تعيش الظنة من يعيشه؟ أمه. قال أمه، قلت طال عمرك يوم الظنة تعيشه أمه، هذا نعيشنا إنها قبل أمنا من كل شيء، لهذا هي اللي بردت لنا الماي، المخرابة هي اللي خربت لنا الرطب من خلا. نعم. الحابول هو اللي كبر
البيدار. وهذا سبب محافظتك. وهذا سببي سبب محافظتي. والحين بعد ما فرط في شيء. يوم سووا لي يقولون مضى منك يمين. ها؟ قالوا لي نعم. إن مضى منك يمين. نعم. وكنت أرفقت رفجة. علي رفجك ورفجات شيوخي. يا هذا ما ينباع. إن يوم تلقون يوم يقولوا لكم يمع بن محمد بن حلبور توفى تلقون هذا في متحف مال الشيخ كامل. رحمة الله عليك. من الحين تعاقدنا وياهم. الله يعطيك طولة العمر إن شاء الله. وياكم. وايد وايد مرتاح أقول لازم أنا وأنا جايينك. وايد مرتاح. أحبك ودانيك وجايينك مخاطرية. أنا أحبك بالأساس. أحبك إن شاء الله مولاك. إيه نعم. أبو محمد. لبيه. العرب وايد الأول قالوا سمينا فلان على فلان. سمينا فلان فلان على فلانة. إيه. يسمون لجل. اسموه اسماوه البهانس يتبهنسون ولا لجل معاني الشخص هاي اللي سموا عليه الأولية من الأوليات نعم ما يشوون إلا الرجال نعم اللي محتشم اللي عزيز النفس فهمت كيف طريقة سموا عليه سموا عليه ها الأول ما شي طال عملك عطا ومعطا ها لا المعنى هذا نعم. أنه يركب عليك أنت يا أبو محمد نعم أنك رجال تستاهل الاسم هذا نعم فهمت كيف الطريقة؟ تستاهلني اسمي ولدي عليك ها كذي الله فهمت كيف الطريقة؟ سبحان الله لان ماشي عندهم عطوا وخذ سبحان الله هي. وكذلك النساء بعد يسمون على الحرمة راعية البيت ويسمون على الحرمة الستير اللي معناها متقدمة اي نعم هدية الشيخ محمد بن زايد نعم الله يطول بعمره ويحفظه هدية كان عندي هذا تستاهل 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 والله يا ابو محمد وكان عندي السيف وكان عندي شو اسمه الحجيج القفافيط الله يزيدك من زوايد الخير مكانك جميل وانت جميل وكل شيء عندك الجمال منك يا ابو لا خلينا منك يا ابو محمد لك مكانه في قلبي ما يعلم مكانك الا الله سبحانه وتعالى مشكور انت وعروق وين جيت وتنتيت اقول لك مكانه في قلبي لحية كبيرة حسبة ابوك انا الله يطول بعمرك لا خلينا منك الله يحييك ويسلمك ناتي الى ختام حلقتنا نستودعكم الله في حلقة قادمة في برنامج بنسير وكانت تسيرتنا اليوم سيرين جدا يمعة بن محمد بن حثبور الرميثي يا مرحبا مشيت من هناك لوصلت طال عمرك طال عمرك يا ابو محمد وعمركم نستودعك الله نستودعك اللي ما تضيع ودايعه قدامكم الرحمن حافظنكم الله الرحمن حافظنك